نعم، قال سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم، تعليق الشيء بعلم الله سبحانه وتعالى يدل على أنه عبادة ومحل الجزاء والحساب، والصرف لغير الله شرك أكبر. أحكام النذر متقاربة جدا مع أحكام اليمين، ولهذا العلماء رحمهم الله يجعلوا النذر مع أي باب؟ باب إيش؟ الأيمان والنذور، يجعلوها في باب واحد، في كتاب واحد. لماذا؟ لأن الأحكام متقاربة، ليست واحدة، متقاربة في بعض الأشياء. الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر وقد يصل أكبر، لكن من العلماء من يقول أن النذر لغير الله شرك أكبر، لأنه لم ينذر لهذا الولي أو الصالح إلا هو يعظمه تعظيم مساوي لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو شرك أكبر. مفهوم الشيخ؟ نعم. قال، قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم وسر. خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر. نخاف من الله؟ نعم، وهذا الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى. ولماذا نخاف من الله؟ قال: لأن نعظم الله سبحانه وتعالى. طيب لو كنت وحدك تعصي؟ قال: لا أعصي، وأستعين بالله وأدعو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأن الله يعلم السر وأخفى. خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، جائز. يخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، من النار، يخاف من الأسد مثلا، فخرج منها خائفا يترقب، خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من طاعة الله، من رحمة الله، أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، العبادة والتعظيم والسر، هذا من الفرائض. نعم، نعم. قال تعالى: ولا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ماذا حصل؟ فزادوهم رهقا، أي خوفا على خوفهم، لأن نسأل الله عفو السلام الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روته خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، يعني أي منزل، أي مكان، في وادي، في كهف، في بحر، في مطار، في أي مكان، فقال: أعوذ، ألتجئ واعتصم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت ذلك. يقول: أنا مجرب هذا الحديث، حتى إني دخلت يوما إلى منزلي ولم أقله فلدغتني عقرب. طيب هذا الشيخ جاءنا وقال: أنا قلت هذا الدعاء ولدغتني عقرب. نقول: هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والله لا يمكن أن يتخلف. ممكن أنت المشكلة عندك نقص في التوكل، أو عندك مانع شرك وغيره، صح؟ قراءة الفاتح على المرضى شفاء، قال: وما يدريك أنها رقية. وقد تقرأ الفاتح على بعض المرضى ولا يبرأ الخلل في الفاتح. لا والله، الخلل ممكن فيك أنت أو في هذا المريض، ابحث عن الخلل. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه الجواب الكافي. مفهوم؟
تمام. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذه عادة الشريعة، إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز، حتى يسمع المكلف ترك المحرم، وحتى تعلم سمو الشريعة وأن هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرفه لغير الله شرك أكبر. وهذا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا من أذكار الصباح والمساء، يقال 3 مرات والله أعلم. نعم.